يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، هل المراد أنهم يرجعون أطفالا؟ كل يأتي من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ليس معه مال، ليس معه أولاد، ليس معه جنود، ليس معه قوة. نعم، تركتم ما خولناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم.